من بغداد مع المستشار ضياء الوكيل الخبير في الجماعات المتشددة. إذا سيد ضياء، تابعنا كل هذه التفاصيل لوضع داعش هناك بين البوكمال ودير الزور. بداية بالعدد، عندما نتحدث عن 7000، عن أي نسبة نتحدث من الخلايا النائمة ضد هؤلاء سيد ضياء اللي بشكله الخطر الأكبر وفق القائد العسكري حتى؟ داعش يعني يلعب على وتر المتغير الميداني والمحلي والإقليمي والدولي، وهذا ما أوصاهم به زعيمهم الهارب يعني أبو بكر البغدادي في آخر خطاب بعد يعني بعد تحرير مدينة الموصل، قال لهم عودوا إلى الصحراء واختفوا وانتظروا المتغيرات الإقليمية والدولية. وأنا في اعتقادي أن يعني نشاطهم الآن يتركز على الاختفاء والاستفادة من الأموال التي نهبوها. يعني الاختفاء هنا هو المحافظة على أرواحهم من خلال التربص لفرصة لمعاودة نشاطهم، وهذا ما نسميه الخلايا الكامنة. وإن يعني سنحت الفرصة وتيحت لهم فرصة لمعاودة النشاط الإرهابي، فهم لا يتورع الدماغ الإرهابي لا يتورع عن استنباط كل الوسائل من أجل يعني ممارسة النشاط الإرهابي، وهذا هو يستغل عملية الفراغ أو منطقة الفراغ في شرقي الفرات باتجاه الحدود العراقية، وهذا بالنسبة للحدود العراقية هي غرب يعني غرب العراق. طب كيف سيستغل هذا الفراغ سيد ضياء، بما أنك ذكرت الموضوع؟ ماذا يعني هذا على الأرض لمعركة داعش؟ ستساعده كيف ستغير بسياسة معركته، خاصة بأنه نتحدث طبعا عن بوكمال هي آخر نقطة لنهر الفرات قبل دخول الأراضي العراقية؟ يعني هو يعتمد نظرية البالون، ونظرية البالون أنه عندما يضغط عليه من اتجاه فإنه يتكيف كالمطاط ويظهر من الاتجاه الآخر. هذا يعتمد ميدانيا، ويعتمد ايضا في موضوع يعني ملاحقه الاموال يعني التي احالها الى مشاريع تجاريه من اجل تمويل نشاطاته والجماعات المرتبطه به. انا في اعتقادي ان القوه العسكريه المعتمده الان لمعالجه ملف الارهاب يعني لا تكفي لوحدها، نعم. هي احدى وسائل تحقيق الاستقرار وربما الوصول الى يعني الامن والتامين، ولكنها ليست الوسيله الوحيده. نعم، انا اشكرك جزيلا دائما. نعم، على كل الصعود التصدي، اعذرني على المقاطعه، عن بغداد المستشار ضياء الوكيل الخبير في الجماعات المتشدده، شكرا.